سلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا هدنا واهد بنا وراجع بنا واجعلنا الشراعات هداية ومصابيح هدى، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا عدوان إلا على من ظلم. الآية تخلينا نتكلم على موضوع وأن نسمّاه ترومو شمانا جينار تشتاقي لين تقول شبينيك الفلان وفلانة مخديش بجزء من رأيهم في القرآن، ثم يقولوا قرآن وواثقين منه قرآن، وأنا فورت الكل وقلت لا قرآن بالفلسان، وقلكم قرآن بالجنان بماش قرآن. هذا واقع الكفار المنافقين عبر التاريخ. من أنا زيت مشتلمونا مشتلمونا اليوم لعنتونا، قلت فك علي يقلب الصحن الجاب هذا تلف داوتي فك عليكم منين جاه العلم أمياء، خاصة أنك جماعة اللي قالوا اليوم الكل هما الحل لمشاكل العالم، اليوم الدجالين والجاهلين والمجرمين والذين يمسكون أنفسهم بالإسلام، ويقول لك نحن من الجماعة اللي ورثوا عن الإسلام عن الصحابة رضي الله عنهم الإسلام ولا حقيقة إلا حقيقتهم. رينا ماذا صنعوا، وهذا قلت لكم سنوات منذ 2011 وأنا نقول لكم ربكم هذوما اللي يقول لك احنا عندنا الحل، هما اول راس للفتنه، وتعرفوهم يرمي ارواحهم على الاسلام وهم اعداء الاسلام وهم لا يعلمون. هذا يقتل على الهويه، وهذا يقول انا وتيت من العلم وهو اجل الجاهلين. هذه بنيه كبرى في فتنه كبيره ياسر ظهرت، ما انا مش تعكل طريق المسلمين نحو البحث عن حلول العالمين. مشكل كبير راهو قالوا انا من اتباع الرسول عليه السلام، منين جاك؟ واش تعرف عنه انت؟ انت ما تعرفش الرب، وليت انت مكان تحاكم الناس وتقطع الهوي. لا عرفت ربي، لا عرفت كلام ربي، لا عرفت الحديث القدسية، لا عرفت حديث النبوي الشريف الصحيحة، ولا عرفت النبي عليه السلام، ولا عرفت الجيل الأول الراعي الأول عليهم رضوان، ما عرفت شيء. تتأجل جايين وبعد جايين تقول أنا أرفع علم منا فيه حل لكل أزمات العالم. أنت وربما أنت أتعس معول ليد ما بقي من الإسلام. اتقوا الله يا ناس، نحن نحذر أهل القرآن بحق، نحذر ورد بالكم منها. راكموا الحجة، علمتم أم لم تعلموا، رضيتم أم سخطتم، نحن الحاملون لآثار الدين الحنيف عبر الشعب القرآني والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الصحيحة على سيدنا أفضل الصلاة وأزكى السلام، والسلام على من اتبع رضوان الله.